السلام عليكم، نعود معكم في هذه الجزئية. فإحنا لما نعود معكم في الجزئية اللي بنحكيها بنكمل في Finding the Z-Transform. طيب إحنا لو بدنا نعمل Finding the Z-Transform نيجي نطلع عندي لو عندي الفانكشن التالي E of S بتساوي S squared plus 4S plus 3 على S cubed plus 6S squared plus 8. هذا بنلاحظ في عندي extra S بنطلعها لبرا بصير S squared plus 6S plus 8. هذا اللي أقسمها يعني الثمانية بضربها في 2 بعملها بصير عندي النوميريتر على S في S plus 2 في S plus 4. لو عملت partial fraction expansion ده تعطيه 0.375 على S plus 0.25 على S plus 2 plus 0.375 على S plus 4. لو رحنا هنا للزي ترانسفورم هذه عبارة عن الستيب، الستيب هي الزي ترانسفورم المرادف لها بساوي زي على زي ماينس واحد. هذا اللي عندي هي عبارة عن واحد على S plus 2، يعني عندي real pole الموجود عندي، فهذا بعمل له ترانسفر لهذه الشقة بصير عندي زي على زي ماينس اي تو ذا ماينس 2 تي. نفس الشيء هذا اس بلس 4 واحد على اس بلس 4 بصير عندي زي على زي ماينس 4 تي. الان لو كان عندي تي بيساوي بوينت واحد بقدر اعوض عنهم تطلع عندي القيم اللي ها وبجمعهم مع بعض تطلع عندي الترانسفر فانكشن على هذا الشكل. طبعا هذه ممكن اعملها بماتلاب، بعرف التي، بعرف النوموريتر والدينومينيتر اللي عندي وبعرف اللينك، وهنا بتعطيني ترانسفر فانكشن في الاس دومين. الان لو عملت الفانكشن ريزيديو بتعطيني بارشل فراكشن وبتعطيني القيم النوموريتر والدينومينيتر والمتبقي. الان انا جيت للبولز الموجود عندي هنا الدينومينيتر حولتهم باستخدام اي تو دي اس تي اللي عندي حولتهم ل باستخدام الاكزاكت ابروكسيميشن حولتهم لديجيتال. الان صار عندي هنا بعرف النوموريتر والدينومينيتر في من باستخدام الريزيديو فانكشن، وهنا اخذت الجزئيات اللي عندي اللي هي اطلعتها من الريزيديو فحولت لي اياها. الان هنا لما اضرب النوميريتر بزي ماينس واحد بتعطيني النوميريتر الجديد عندي، فبصير عندي هنا الاي اوف زي بدها تساوي ترانسفر فانكشن الجديده في الزي دومين. جربها حتطلع عندك القيمه الموجوده عندي هنا نفسها. طيب الان لو عندي ديفرنس اكويجن، الديفرنس اكويجن كيف بدي احلها؟ في عندي ثلاث طرق، الكلاسيكال ابروتش والسيكوينشال البروسيجر والكومبلكس ابروتش. نيجي للابسط الابروتش اللي عندي، هي عندي ديفرنس اكويجن. الديفرنس اكويجن اللي عندي فيرست اوردر ديفرنس اكويجن، عندي ام اوف كي بدها تساوي اي اوف كي ماينس اي اوف كي ماينس 1 ماينس ام اوف كي ماينس 1. هذا القيم لكل كي جريتر ايكوال 0، وعندي القيم اي اوف ماينس 1 وام ماينس 1 بيساوي 0، وعندي الاي اوف كي بدها تساوي 1 لما تكون كي ايفن وزيرو لما تكون كي بتساوي اد. نيجي نعوض عن كي بزيرو، هذا بتعطينا القيمة زيرو زيرو، هذا ماينس واحد ماينس واحد، الماينس واحد ماينس واحد زيرو، واللي عندي اي في زيرو لأنها ايفن تعطيني واحد، فام في زيرو اعطتني قيمة واحد. نيجي لام اوف واحد، هذه صارت عندي واحد، هذه زيرو وهذه زيرو. نيجي نطلع الواحد قيمتها لأنها اد زيرو هذه بتساوي واحد، وهذه عندي كانت بتساوي واحد من الخطوة السابقة فصار ماينس واحد ماينس واحد أعطتني ماينس اثنين. نيجي للي بعدها لما ام بتساوي اثنين، هنا اي اوف اثنين وهنا اي اوف واحد وام اوف واحد، هذه لأنها اد زيرو هذه ايفن واحد، هذه من القيمة السابقة اللي عندي بتساوي سالب اثنين لما أجمعهم بتعطيني ثلاثة، وهكذا اللي عندي بتعطيني ناقص أربعة وهذا بتعطيني إيش خمسة. بلاحظ في حاجة هان، لما يكون الاندكس اد بتعطيني اشارة ناقص، الاندكس ايفن بتعطيني زائد، يعني لو حطيت ناقص واحد على الكي بتاخذ كير لهاي. طب اطلع على الرقم اللي عندي ايش بلاقي؟ الزيرو في واحد فوقه، الواحد في واحد زيادة، اثنين في يعني هذه ان بلس واحد، ف
فصار عندي جنرال فورم ام في كي بدها تساوي ناقص واحد، هذه المفروض تبقى كي وكي بلس واحد، بس انا استعجلت فيها وحطيت الكي الان يعني. فهذه ام في كي بدها تساوي ماينس واحد تو ذا كي بكي بلس واحد. كويس هيك. الان ممكن نحصل على نفس النتيجه باستخدام الزي ترانسفورم اللي هي عندي. انا بدي احول هذه لايش؟ ل زي ترانسفورم. هذه الام في كي بدها تعطيني ام في زي، والاي في كي بدها تعطيني اي في زي، والاي في كي ماينس واحد تعطيني زي ماينس زي تو ذا ماينس واحد اي في زي، وهذه نفس الشيء زي تو ذا ماينس واحد ام في زي. الان الامز بحطهم مع بعض والزيز مع بعض وبصرف لايش؟ لام. هنا حتعطيني الام على الشقه هذه ام زائد زي انفيرس في ام في زي. الام في زي بطلعها لبرا بتصير عندي واحد زائد زي اللي عندي، او زي زائد واحد. هدول الان لما نقسم حتعطيني هذه الشكل، ام في زي تساوي زي ماينس واحد على زي بلس واحد. طيب عندي الاي في زي عباره عن ايش لما نحطها؟ لما تكون اد زيرو فمعناتها تساوي واحد زائد اي تو ذا ماينس اثنين بلس زي تو ذا ماينس اربعه بلس زي تو ذا ماينس سته وهكذا. الان هذه بدها تساوي لو استخدمت الكلوز فورم بدها تساوي 1 على 1 ماينس زي ماينس 2، او اذا بدنا نضيفها زي سكويرد على زي سكويرد ماينس 1، وهذه بحللها لزي ناقص 1 زائد زي زائد 1. الان لما نحطهم مع بعض ايش بده يصير عندي؟ الزي ماينس 1 حتطير الزي ماينس 1 اللي هان، حيصير زي سكويرد على زي بلس 1 سكويرد. الزي بلس 1 سكويرد هي عباره عن ايش؟ زي سكويرد بلس 2 زي بلس ايش؟ 1. الان لو بدي اجيب القيم من الطرق اللي ممكن استخدمها اللونج ديفيجن او السنتاتيك ديفيجن، باجي بحط هذه بقول هاي زي سكويرد وهذا زي سكويرد بلس 2 زي بلس 1. الان في ايش بدي اضربها؟ بدي اضرب في 1، فبصير عندي زي سكويرد بلس 2 زي بلس 1، وهذا بعكس الاشارات بصير عندي ماينس 2 زي بلس ماينس 1. الان لما بدي احط اللي بعدها بدي اخذ ماي اضرب ماينس 2 في زي ماينس 1 وهكذا بمشي فيهن، فبتعطيني القيم اللي بيطلع عندي هنا اللي بضرب فيهن هن القيم اللي عندي بتطلع للام في زي. فلو بدي اقول ام في كي بدها تساوي 1 ناقص هنا 2 اللي عندي في كي ماينس 1 في ام في ماينس 1 زائد 3 في ام في ماينس 2 زائد ناقص 4 في ام في ماينس 3 وهكذا الموجود عندي في الدفرنس اكويجن. وهذا هيك بعطيني الحلول اللي انا بدي اياها. وهيك بنبقى خلصنا لهذا الاسبوع، وبنكمل معكم الاسبوع الجاي في تشابتر 2. ويعطيكم العافيه.